هو الله الذي لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما ما أتى إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. يا رب يا الله، يا رب يا رب يا قادر يا مقتدر. والقادر والمقتدر من أسمائك سبحانك. وحقيقة القادر من له قدرة، وحقيقة القدرة ما يقتدر بها، المراد على حسب قصد الفاعل في الوقوع. ثم جهة الوقوع تختلف إلى خلق وكسب. فقدرتك يا رب سبحانك تصلح للخلق، وقدرة الخلق تصلح للكسب، والخلق لا يوصف أحد منهم بالقدرة على الإيجاد، وأنت يا رب لا توصف بالقدرة على الكسب. فأنت تقدر على جميع المقدورات، لا يخرج مقدورك عن قدرتك، ولا نهاية لمقدوراتك، والمعدوم يكون مقدورا، والمخلوق في حال الحدوث يكون مقدورا، والاقتدار افتعال من القدرة. والدليل على وجوب كونك قادر وجود أفعالك التي تدل على قدرتك. ومن عرف أنك قادر على الكمال خشي سطوات عقوبتك عند ارتكاب مخالفته، وأمل لطائف رحمتك وزوائد رحمتك سؤالك، وحاجتك لا بوسيلة طاعتك بل بابتداء كرمك ومنتك. وكذلك من عرف أنك يا رب قدير سكن عن الانتقام ثقة بأن انتصارك له أتم من انتقامه لنفسه. ومن عرف أنك يا رب كريم علم أنك تقدر ولكنك تعفو وتحلم، وتبصر ولكنك تصبر. روي أن حملة العرش 8، أربعة تسبيحهم سبحان الله عدد حلمه بعد علمه، وأربعة تسبيحهم سبحان الله عدد عفوه بعد قدرته. وأنك يا رب بجميل صنعك وكريم نظرك تؤوي عبدك إلى كهف رحمتك، فتعصمه عما يشتهي برحمتك، وتعينه على ما يحتاج إليه بقدرتك. فمرة تنبهه لما فيه نجاته، ومرة توفقه لما فيه درجاته، ومرة تؤهله لما يتحقق به قربه ومناجاته. وأنك سبحانك إذا أردت بعبد خيرا دللته على طريق نجاته، فرجع إليك مبتهلا في سؤال حاجاته، فتوصل إليه مراده.
بقدرتك وتجبر حاله بنصرتك. يا رب يا مقدم يا مؤخر، وهما اسمان من أسمائك ورد بهما الخبر، ومعناهما تقديمك بعض الأفعال على بعض وتأخيرك بعض الأفعال عن بعض، إما في الوقت وإما في الرتبة، لأنك قدمت بعض أفعالك على بعض وأخرت بعضها عن بعض، وذلك من دلالات إرادتك، لأن الطريق الذي به يعرف أنك مريد قاصد جل جلالك ترتيب أفعالك في الوجود وتخصيصها ببعض الأحكام الجائزة دون بعض، فعلم أنه لولا قصد قاصد قدم المتقدم وأخر المتأخر، وإلا لم يكن تخصيصها ببعض الأحكام أولى من تخصيصها بغيرها. وكذلك أفعالك متقدمة بعضها على بعض في المعنى والرتبة، فدل على رفعك لبعض وخفضك لبعض وإعزازك لقوم وإذلالك لقوم، فطائفة قدمتهم لطاعاتك وعباداتك، وطائفة أخرتهم لماضي إرادتك ونافذ مشيئتك. أولياءك مختلفون، فمنهم من يتقدم بجهده وعبادته ويتكلف أن لا يتخلف عن أشكاله في مرافقتك، وإنك يا رب قدمت قوما في سابق حكمك، فربما يجري عليهم أوصاف المطرودين وتقيمهم في صورة المبعدين، وهم بحقائق رحمتك بالحكم السابق مقربين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة يا أرحم الراحمين. يا رب.